وعليكم السلام، كيف حالك يا اختي؟ موجود هنا الحمد لله تمام. الله يسلمك. شفت اليوم الطبختين اللي هي طبخة الشاورما، أكلة الشاورما والسلطة الفوتشي، وش اسمها هي؟ فتوشي. سلطة فتوشي. نبغاك الله يعطيك الف عافية. إذا الشباب عندهم أسئلة تعلمينهم ايش النواقص ايش تفضل عندك يا محمد وعندك يا بني محمد، كلكم الاثنين، محمد اسراج ومحمد العويسي، معكم الاتصال اخت نويران. يا مرحبا وسهلا. تنفعنا بشيء اخت نويران؟ اي تنفعكم. اي اسالوها اذا عندكم سؤال خصوص نويران. يا نويران. نوران. نوران نوران عفوا. نوران ونعم. الصدى اللي الحين قطع صار ولا؟ وش؟ حي والله عينك، بيض الله وجهك. انت اسمعني اني فداك. اتعبتك والله. لا 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 صار. الو. لا صار مي بجاهزه خلاص. والله ما تصلح، لا صار مي بجاهزه. الله يبيض وجهك. يا اخت نويران، اخت نوران. الو. اهلا. تفضلي، معك المتسابقين بيسالونك عن الطبخه. الله يسعدك. لحظه بس دقيقه بقول كلمه. ما اسمعك. بقول كلمه اول شيء قبل لا يسالوني. تفضلي. اول شيء بقول كلام لماجد الشهري. ماجد الشهري من هو؟ ماجد الشهري. حلو. بقول ان في عندك جمهور واجد يتابعك، ما نبي تخسر نقاط وتلقى الكلمات وانتبه للأعياد، لا تجيب لنا أعياد، ونبيك تحضر الفقرات وقتها، والصلوات أهم شيء. وترى جمهورك مو محصور بس على السعودية، جمهورك بعد من سلطنة عمان يتابعوك ويحبوك، وأبشر بسعادة. الله يسعدك. والله هب لكم حظ جميع. آمين. لا يهينكم. الله يعطيك العافية. طيب أخت نوران، إيش صار على الأكلة؟ راح تعلمين الشباب بها اللي هي اكله الشاورما؟ لا والله لان انا ما اعرف. طيب السلطه، سلطه فتوش. طيب الله شكرا لك. احنا نبغى من المتصلين يا جماعه الخير يساعدون الشباب، اذا عندكم ثناء وشكر للشباب في التويتر. الله يعطيكم الف عافيه خوات اللي تتصلون، تكفون ساعد الشباب في الاكل لانهم يحتاجون منكم اسئله. هذه منافسه في فقره، يبغون يتنافسون على عشان ياخذون الدرجه كامله. فنبغاكم الله يعطيكم الف عافيه تركزون على الاكله اللي يشرحها الشيف ابو علي، وانتم تعلمون الشباب وش النواقص في الاكله. حط كذا، عدل، بدل، زي كذا. الله يبيض وجيهكم والشك زائل. والله يعطيكم الف عافيه. طيب التايمر مدته 25 دقيقة. بدأ التايمر؟ ما باقي صح؟ نبدأ؟ أبو علي إيش تكتب أنت؟ عشان طيبنا. خلاص نبدأ التايمر الحين؟ ها؟ أبو علي كم دقيقة؟ طيب لحظة. ناخذ الاتصال وبعد الاتصال راح يبدأ التايمر، جميل؟ الو السلام عليكم اخت جميله. السلام. الو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا اختي؟ الحمد لله بخير، اخبارك منكم؟ الله يسلمك، اعطينا اقتراحاتك للشباب. الله يعطيك الف عافيه. انا حابه اوجه كلام لماجد، ممكن؟ تفضلي. حابه اقول ماجد انت مبدع واحنا معك، خورا فيك باللي قدمته، خوري فيك وخلي قدمتها خلال 18 يوم، وإن شاء الله متأمنين فيك إنك تقدم شيء جميل الأيام القادمة. شد حيلك حفو على أفكاركم وصلاتكم. الله يعطيك ألف عافية. جميل. الله يسعد وأبشروا بسعادكم. العفو. طيب ممكن عندي طلب للمتسابقين ممكن؟ ما أسمعك والله. أقول عندي طلب للمتسابقين ممكن؟ تفضلي تفضلي. حابة أطلب منهم أنهم بعد صلاة المغرب يسوون حلقة قرآنية. يا سلام عليك. أنهم يعني يقرون القرآن كذي.
يا سلام اشكرك الله يبيض وجهك ان شاء الله. هذه هذه افود اتصال جانا من بدايه البرنامج، افود معلومه. الله يعطيك الف عافيه اختي، شكرا لك يا اخت جميله. انا ما اصلا على صلاه مكتب ما الافضل سمي الصلاه اقول ابي محصل على كثارهم وعلى الصلاه. الله يسعدك الله يسعدك، شكرا لك وباذن الله. الله يعطيك الف عافيه، شكرا لك شكرا لك اختي. سمعتوا ايش قالت يا شباب؟ قالت بعد المغرب اتمنى انهم يحطون حلقه تحفيظ قران ان شاء الله في المسجد موجود، بس يفتح المسجد. اي سمعتوا يا فيصل الشباب؟ اي اي باذن الله قالوا حلقه تحفيظ بعد الكلام مخططين عليها حبيبنا، لكن نبي الكولكشن لين يجهز اللوكيشن. يا سلام يا سلام شكرا لك. طيب نبدا التايمر مخرجنا. 3 2 1 انطلق التايمر. 41 دقيقة. كم دقيقة؟ الساعة 2:05 اشوف الطبقين جاهزة هنا عندي، واحد هنا واحد هنا. دقيقة؟ نعم 25 دقيقة. ها؟ كثير يعني نخلص قبل. والله لا الخبز يبيله بيطول عليكم شوية. 25 دقيقة حبيبي محمد العويسي. مرحبا. وابو سراج 25 دقيقة. زين الذيب. طيب طيب لحظة. يا شباب الاتصال يا كنترول الله يعطيكم الف عافية، اخذوا الاتصال قبل، وإذا عندها شرح للأكلتين لأن الشباب في حاجة المعلومة. شكرا لكم، الثناء والشكر الشك زايل، بيض الله وجيكم. الله يعطيكم الف عافيه. الا اذا كان مثل الاقتراحات اللي قبل شوي اللي هي مثل حلقه تحفيظ، مثل حافظ على صلاتك عشان ما تخصم عليك النقاط، هذه بالعكس هذه نستفيد منها ويستفيدون منها المتسابقين حتى بل البرامج القادمه باذن الله تعالى. ابو علي كيف حالك؟ عساك طيب، عساك وعساك.